ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا العيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وزددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ القصر إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط الحمد لله أنا عيدة وسيدة فتية الخير والبركة مرحبا زوا وانا محلي تعالى تورنا تمتال النيجر mutanen Najeriya da mutanen Ghana da suka biyo ta an zo lokacin da ana karanta Alkur'ani za a ci gaba da ta zauna saboda nasuwa ba musu hayaniya da samuri ta zauna zai karatu
duka wanda ke da bukatar sa babu irin ta alqur'ani idan yaro na karanta alqur'ani ga sa ga girma abin da ke karantawa da rashin wannan abu insha Allah kuma kakanmu yan maulana shari'a islam alhaji ibrahim manja sai da umu hanifu ita ma Allah ya kawo mana ta wannan mahalli muna gode wa Allah da ya kawo su lafiya Allah ya kawo musu lafiya da yawancin rai su dare su raka mu muna ci amfani da shi ya ke ba mutum
We have in our midst the National Chief Imam of Ghana. We entreat each and every one of us to comport him or herself, because the status of which they occupy, if even they say they are forgiven, if you default it, the status never forgives. فلا تكن في صار للقلب وجنا جبلت منه بالعاشي وزدتني لما عزت يا خير الانام محاسنا وزكتني ذاك الجمال وربما اعطى
فإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وقر رافعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب صدق الله العظيم. التكبير الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله من أبو مع الحافظ محمد هارون ذكر أن دون القرآن من البركة ناجي مالنا مالاً يتكلم لذلك هنونسا يجري شيء قبل ما ينام الدعاء الله.